استمرارنا في الفن الفني، وعايزين حضرتك تكلمنا عن المسرحيه. واول ما عرضت عليك كان ايه رد فعلك؟ اولا نسعدنا جدا. الحاجه الثانيه، انا مش بتعرف عليها المسرحيه، انا كنت بعمل مسرحيه ثانيه اللي هي قمر الاجر على مسرح البالون. كان موجود بالون، احنا عاوزين في مسرحيه اطفال. قلت لهم اوكي، بس مين معايا عايز اعرف المسرحيه بتاعت مين؟ فقالوا حريه فرجاني ومبنى ونس. قلت لا انا مش لما قعدت مع المخرج لقيته عنده فكر شويه، لا مش فكر شويه، لا ده فكر كبير قوي. لان انت ساعات بتيجي تشتغلي مع شباب ما بيبقاش عندهم فكر او ما بيبقاش خبره، بص نفسك انت بتقعي معاه، طب برضه اعمل الحاجات دي. فلما لقيته عنده فكر، وخصوصا ان برضه حريه فرجاني كل مقامه وابن ونس كل مقامه كان مش قالوا اي حاجه، قلت لا هشتغل. لقيته فعلا هو عنده فكر جميل جدا، ولد شاطر ومخرج كبير يعني فكره عالي. فقلت له انتبه، فعلا لقيته بجد. ويمكن ان انا حتى بقول ولد مش كلمه اقل مني، لا ده تعظيم ليه يعني. انا عايز اقول لك ده ولد يعني ليه حاجه. فانا طلعت طبعا بالشغل، عملنا شغل حلو قوي، ساعدنا كتير الحمد لله، اتحققت النتيجه. بالنسبه للحريه الفنيه، اول مره تقف على المسرح ده كان مسببها قد ايه التوتر وكده؟ حضرتك قمت بان انت تطمنها؟ قلت لها بصي ما تخافيش من اي حاجه، خش العمل وسيبي ايديكي بس، خليكي حافظي وسيبي البال، واحنا جنبك احنا مش هنسيبك. يعني انت متوتره عشان اول مره تقف في مسرح قبل جمهور، لان برضه خطط الجمهور دي مش سهله. قلت لها على فكره عايز اقول لك على حاجه، احنا اشتغلنا مسرح كتير، لما بنيجي اول عرض بنعرضه لسه جديد بالنسبه لنا بنتوتر، لان بنخاف، احنا عاوزين نطلع حلوين. فبرضه دي يعني سمات الفنان الحقيقي. فهي اشتغلت بروح جامده جدا، اشتغلت بحرفيه، اشتغلت باخلاص جدا، بقت تيجي ومواظبه على الشغل بشكل غير عادي، تيجي الجروبات قاعده بتسمع كويس المخرج بالله الملحوظه وبتيجي الناس الملحوظه، مخرج جميل والممثلين اللي معاه كمان جمال، قص الاخراج الانتاج الاستاذ احمد مختار، يعني حد جميل جدا. فالناس يعني كلهم كويسين. الدور اللي حضرتك بتاديه شايف ان انت يعني لايق في ادوار الشر اكتر ولا ادوار انا الشرير؟ شوف هقول لك على حاجه، احنا الممثل لازم يعمل يتنوع في الادوار. يعني انا يمكن في المداح عامل لون مختلف، مش عامل دور فيه كوميدي. يمكن في الكبير قوي السنه اللي فاتت كنت عامل فيه كوميدي، ايه اكتر ادوار بتحس انك مرتاح فيها؟ النوعيه اللي بتفتح؟ لا بص، انا بالنسبه للمسرح ما بحبش، لازم احب، لازم اعمل كوميدي. بالنسبه للفيديو بقى والسينما والحاجات دي، الدور هو اللي بياخدني والله. دور كوميدي في دور كوميدي، دور في يعني انا يمكن فاروق اللي هو في المداح دوت، يمكن الكلام نفسه واخدني، الكلام نفسه بياخد الممثل بتشعر بيه. ممكن يجي لك مسلسل ولا حاجه الكلام مش حلو، ما بتحسوش يعني، بس مش حساس. انما ده خلاكي انت قلت اللي جواكي بصدق، هو ده اللي حلو. بما انك خدتنا للنقطه دي، ايه اكتر حاجه بتفضلها ما بين الدراما والسينما والمسرح؟ الحاجه اللي بتتعرض عليك فيهم يعني لو ثلاثه تعرضوا في نفس الوقت، ايه الحاجه اللي ممكن تفضلها عنهم الثلاثه؟ شوفي عشان ما اكذبش عليكي، المسرح ليه وقته، الفيديو ليه وقت. انا مش هقدر اضحي مثلا بفيديو، خصوصا داخل على رمضان مثلا وعندي دور كويس. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا كنت ماضي في المسلسل بتاع جويدر ده اسمه عشان هو اساسا كان اسمه غير كده، الف ليله وليله. فانا كنت ماضي فيه مسلسل، اللي حصل ان انا التوقيت بتاعه جه في التوقيت بتاع المداح، بس الدور في المداح اقوى من الدور في المسلسل بتاع الاستاذ ياسر، الدور اللي بيحكم الدور. فاخدت المداح سافرت وانا شايل المسلسل. بالنسبه للدور اللي فعلا عملناه ناس، تحسها زي الشخصيه الحقيقيه بالظبط؟ ده مثلا كانت فكره حد من الكاست ولا حد ولا المخرج بيرشحها؟ لا هي طبعا تم ترشيحها، هي ممثلة شاطرة جدا ومثلة مسرح قبل كده وبتشتغل بحب شديد جدا وعندها طاقة كبيرة، فطبعا نجحت فيها. ألف مبروك لحضرتك على المسرحية وبشكرك جدا. الحمد لله نلحق بقى الفجر السعيد.